Bonsoir tout le monde, avec cette nouvelle vidéo de la part du maître Farid dans la chaîne Prof Farid que vous connaissez bien. Donc vous avez ici dans le livre Parcours français 6e année de l'enseignement primaire une lecture diction, un poème, une lecture diction. On a déjà travaillé cette lecture. Donc, être libre, c'est le titre. Être libre. Il travaille. او ثاني ثالث حاجه عنده هاد الماركور هذا كاين اللي كيحرم ولادو منه كاين اللي مكيشري لهمش هاد الماركور هذا عنده الماركور شوف داغيا غلوطو شنو كاين هاد المخده يعني لا عيا بالقرايه يمشي عاوتاني يرتاح اي زائد عنده هنا في هاد لي زيتاجير شوف شحال من قصه وشحال من ليفر دونك انسان تلميذ مثقف هذا يعني عنده الحرية يشتري القصص الأنواع القصص ولا الأنواع الكتب مع الأسف ما كيبانوليش لي تيتخ ديالهم شوية كيبان لي واش ديكسيونير هذا ولا ما نعرف شنو عنده دوغ ها هو كيقرا على الكلاب دوغ هي الكلاب بلونجلي وهنا عاوتاني بما أنه كيقرا على الكلاب يعني كيقرا على الحيوانات كاملين عاطي با ديك الحرية فهمتي عنده لا ليبرتي هادي هي اتخو ليبر دونك هناك علاقة ما بين الصورة وما بين العنوان هادشي كنديروه للي زالف اللي عزيز عليهم يزيد يقراو شنو اخر اتخو لا ليبرتي لا ليبرتي لا ليبرتي هاد الوقفه ديال هاد الكتاب هادي كاين اللي كيقولك ما ديرهاش يلا كاين الوالدين اللي كيقولك ما توقفش الكتاب كاع ولا نضربك واش كاين هادشي واش كنكذب كاين هادشي في المجتمع ديالنا وخويا انا باغي نوقف انا الكتاب انا باغي نكون حر نوقف الكتاب هكا انت مالك وانا بغيت انا نقرا هكا يا وهذا الكتاب نيت ليه هاز ديال السيزيام اذا الوالدين خصهم يفهموا بهاد اتخو ليبر الوالدين هما خاصهم يفهموا شنو هي اتخو ليبر ما ديرش الحوايج الحرام والخايبين وتكون قليل التربيه هذيك هي اللي ما مزيانش اما بحال هاد الحويجات هادو عادي يا لو ليبر راه قاصح منا ما عندهم ما يوقع لهم ربما كيشوفش مزيان ربما هذا احنا نشوفوا دابا البوه نشرحوها بالعربيه ونشوفوا واش هادشي اللي قلت كاين ولا لا اون ا توس لو دووا دتر ليبر دافوار دو لسبوار كل دو لسبوار كل من الناس عزيز عليهم الحريه كبير صغير كلشي باش يكون عندهم الامل اون ا توس لو دووا دالي ا ليكول ها هو عنده الحق ها هو جبدنا قلت لك راه القرايه عنده القصص عنده كذا عنده يعني ماشي المدرسه يعني الحق التعلم On a tous le droit de vivre. وهو عايش مع راساتو بخير ما ميت ما والو. De mener notre vie ويتحكم في الحياة ديالو هي اللي قلت لك الماركر الدفتر كيفاش كينظم الدفتر حوايجو كدا هادي شنو يلبس شنو ما يلبس ياك. On a tous le droit de manger à notre faim فاش يجيني الجوع ناكل. De nous promener تساراو. On a tous le droit d'être en bonne santé. Est-ce qu'on a une santé bien ou est-ce qu'on a une santé bien? De jouer, il a. On a tous le droit d'être heureux. On a le droit de nous sentir heureux. Quel est le chef qui est heureux, mais qui est le chef? Ou est-ce qu'il y a un risque? Oui. Quel est le chef qui est heureux, mais qui est le chef qui est heureux? Il faut que tu es heureux. Il faut que tu es heureux. Il faut que tu es heureux. كاين هاد الناس هكا غتلاقاوهم في حياتكم الله ينجيكم منهم الله ينجيكم من هاد ما كنبغيهمش انا ما كنبغيهمش نكذب عليك ما كنبغيهمش اصلا ديفينيتيفمون ما كنحملهمش اصلا هما كيسمعوا في القناه هما كيسمعوا في القناه ما كنحملش اللي كيغير الفرحه ديال الناس يكون واحد فرحان وتغيره ما مزيانش سلوك قبيح سلوك دميم كيديروا غير حقاش انت عندك الحق تكون فرحان بدوك الوسائل اللي عندك تكون فرحان بهم
وهذه d'être émerveillé d'être émerveillé تكون معجب بشي حاجة les émerveilles تهلا في راسك إلى آخره. Au revoir mes amis, à la prochaine vidéo inshallah. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد ولايك.